سؤالك يقول: من هو الخطاط الذي لقب بشيخ الخطاطين العراقيين؟ هل هو نبيل الشريفي أم مهدي الجبوري أم حامد الآمدي؟ إلك علاقة بالخط؟ خطك حلو؟ نوعاً ما. نوعاً ما. حلو. عندك 22 دقيقة متبقية، اعطيني إجابة. أيضاً خير الأمور أوسطها. مهدي الجبوري؟ نعم. محمد؟ ثبت. يعني حظ، يعني ما عندك معلومة؟ لا، إذا كنت ذا رأي فكن فيه مقدمة. فكن فيه مقدمة؟ فإن فساد الرأي أنت تتردد. وما تتردد أنت؟ ما أتردد، مهدي الجبوري. ونروح إلى مهدي الجبوري وخير الأمور أوسطها، وخلينا نشوف الإقدام. والله صح، والله صحيح، عفي عليك، إجابة صحيحة. شوفوا الثقة، الثقة في الإجابة هي يعني جزء أساسي من الوصول للإجابات الصحيحة. عاشت إيدك محمد، إجابتك صحيحة وصرت 120 نقطة بفضل هذه الثقة وإصرارك على الوصول للإجابة الصحيحة.